احنا في مشكله عامه. وخليني اقول لحضرتك ان الموضوع طلع من بره ان دي مشكله العزمي ونور او مشكله حزب الحركه الوطنيه المصريه الى قضيه. صحيح. الشباب اللي اشتغل في العمل السياسي ما فيش تمكين داخل الاحزاب. يا جماعه تمكين داخل الاحزاب حبر على ورق. الشباب النهارده اللي بيبقى عندها فكر وعندها حلم وعندها طموح وعندها وعي بيتم ذبحها وقتلها ووأد افكارها بدعوى التآمر وتكوين مراكز قوه في الداخل والخارج. مش عارف في القرار بتاعنا كاتبين لنا تكوين مراكز قوه داخل كيان الحزب وخارجه، بنكون مراكز قوه بره نعمل ايه يعني؟ بس ما يعني فدي تهم بنلصقها بهذا الشباب، بنلصقها بهذه الكوادر عشان نقضي عليهم، عشان نفسح بقى سكه لقرارات زي ما حضرتك شايف كده مؤامره ممنهجه على مدار شهور بتمشي وبتشتغل، والاعضاء العاديين داخل الحزب ما بياخدوش بالهم من الحاجات دي. خلاص هو شغال في امانته، شغال في محافظته، في مركزه، في قريته، ويهمه العمل الميداني، ويهمه عمله العام، حابب العمل العام، حابب يخدم مجتمعه. وعلى الصعيد الاخر في رئيس حزب بيخرب مش بيهدم.